بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع لتوضيح كيفية إنشاء New Essay في برنامج الإكوامات مانجر. ففي قائمة التست هناك خيارات، واحدة من هذه الخيارات هي Create Essay. فعند اختيار هذا الخيار راح نلقى هذه تطلع لنا هذه القائمة، وهذه القائمة راح تطلع من تطلب من عندنا معلومات حول هذا التست. فالمعلومات كلها نجدها في ورقة تعليمات الكيت اللي تجي ويا الكيت. بالبداية يطلب من عندنا الأساي نيم، فممكن أن نكتب الأساي نيم هنا على سبيل المثال. طبعا كل اللي راح نكتبه في هذه الفيديو التوضيحي هو على سبيل المثال وليس حقيقي. فمثلا هذا الاسم طيناه هي هنا، راح يطلب من عندنا الويف لينث، فيريد البرايمري فلتر والديفرنشال فلتر إذا مطلوب. فمثلا هذا الكيت يطلب من عندنا البرايمري يكون 450 والديفرنشال يكون 630، أو في بعض الكتات قد يكون نون، ماكو ديفرنشال، فحسب الكيت. في هذا الحق الأساي ديسكريبشن ممكن أن نضع وصف لهذا الأساي. في الأساي مود هنا عندنا خيارات، هذه الخيارات يجب أن نختار واحدة من الأجهزة حسب الكيت، حسب تعليمات الكيت. على سبيل المثال نختار هذه number of standards، يطلب من عندنا number of standards. فمثلا هنا كان النمبر كان 6 ستاندرات، فنختار 6 ونذهب على الكاليبريشن، الى خيار الكاليبريشن. هنا راح يطلب من عندنا الكونسنتريشن مال الستاندرات. فمثلا ستاندرد رقم 1 كان الكونسنتريشن مالته حسب التعليمات الكيت. على سبيل المثال هذه الارقام اللي هحطها، مثلا هذا اول ستاندرد، الستاندرد الثاني كان مثلا هذا رقم، الستاندرد الثالث كان مثلا هذا، الرابع، الخامس، السادس، كلها ارقام على سبيل المثال. فراح تطلع لنا هذه الويندو وفيها الستاندرات من 1 إلى 6، وهذه اللي كتبناها. وممكن أن ندخل على البروبرتيز مالتهن ونحدد إذا أريد نغير، مثلا هي نفس الويندوز اللي كانت تطلع لنا، فنقدر نغير. والكيرف فاليد تايم ممكن نحدد الكيرف فاليد تايم، الوقت مالته. هذا فيما يخص البلانك، إذا مستعملين البلانك أو لا. و بالنسبة للكونترولز هنا، فإذا أريد نضيف كونترولات فنضغط على الأد. فهنا يا أما عندنا كونترولات مخزونة ونختار من عندهن، أو نسوي نيو، ممكن نسوي نيو مجرد نضيف اسمهن هنا، وإذا أريد نضيف اللوت نمبر مالتهن ونقول له أوكي. فبالنسبة لنا مثلا أكو هذني مخزونات، فهختارهن. ومثلا إذا أختار هذا positive control وهذا مثلا negative control، وممكن انه ندخل على كل واحد منهم البروبرتيز مالته. وهناك خيارات تخص الvalid time والaction to take when results out of range، ممكن انه نختار احدى هذه الخيارات لكل واحدة من هذه الكنترولات. وبعد ذلك إذا خلصنا من هذه الويندو ممكن أن نذهب إلى الانتربريتيشن حتى نحدد النتائج مالتنا. مثلا التفسير مالتنا شلون يكون، اليونت مثلا شنو اليونت، حسب أيضا ما مكتوب في ورقة تعليمات الكيت. هناك الكثير من الخيارات، فمثلا نختار هذه حسب التعليمات. و هنا number of decimals يعني الكسور العشوائية أو المراتب العشوائية اللي بعد الفارز اللي قد نريدها. وهنا يا اما نختار مثلا normal range اذا من الى، هذه طبعا ايضا نجدها في الليفلت مالت الكيت ووقت تعليمات الكيت. او اذا كان ب positive ونيجاتيف، مثلا positive اعلى او يساوي رقم معين والنيجاتيف اقل من رقم معين. وبعد ان ننتهي من ادخال هذه المعلومات نضغط save essay، وبهذه الحالة نكون قد دخلنا المعلومات وخزن خزنت هذه المعلومات في السوفتوير، وممكن أن نستخدمها لاحقا عندما نريد أن نشتغل هذا الأساي.